هذا الكوب كوب بسيط جدا، شكله ايضا جميل والوانه حلوه. الميزه اللي فيه انه هذه الالوان الخارجيه او هذا المظهر الخارجي يتغير عندما يلامسه شيء حار. راح اراويكم هاي التجربه البسيطه. لاحظتوا الاختلاف اللي صار؟ هذا الاختلاف اللي صار مجرد انه يلامس شيء حار فيكون هو بهذا الشكل. احنا لو مراوينكم الامر الشكل الخارجي قبل ان نخلي الماء الحار، لكن راح نضيف كوب اخر حتى تحسون بالفرق. مثل ما قلنا انه هذا الكوب بسيط جدا، لكن ميزته الوحيدة انه عنده ملامسة شيء حار شيء ساخن، مثل ما رويناكم قبل قليل راح يتغير اللون الخارجي. هذا اللون الاول ممكن هسه راح نجرب بيه. شفتوا الفرق اللي صار او التغيير اللي صار بالكوب؟